حبيب بن زيد الأنصاري بارك الله عليكم دسينا الله بركيه من أهل بيت أهل بيت حالتين رحمكم الله والله إذن حريص من أهل بيت أي حبيب بن زيد أي أهل كيسوا أي وحى النبي أي أدعيني من صناع الرسول رسولك أمانتي سوي على حبيب أو أماني يا أهل بيتي في بيت قري تتضوع طيوب الإيمان في بيت قري تتضوع وكسو قفاعي وكسو أدقي ضيوب الإيمان إيمانك أدقيال كيسي ديب كيسي في كل ركن تيل أركو من أركاني تير كيسي كمان وتلوح أوئفا يؤو صور التلحية تلحية دي يمجاهدة دي سوروين كيدية تلما مثاله دي يول فداء فرشا نفتو دل فرطو في سبيل الله اللي فرطو على جبين كل ساكن ننكست يعني ننكست ساكن قرية أسكني ومن سكانه قرية رجي أسكن ذاتك أسكن ما يكمده وجهي سيكم وقت ننكستو قرية حبيب بن زيد قرية ننكستو أحد كستو جوغو قرية يعني وجهي سوحا كالظاهر يسا صور التضحية يول فداء مجاهدة النفس يعني نفتو ضائي فرطان وفي سبيل الله يكون فرطان يعني الدين تدفاعي ذا رسولك عليه الصلاة والدفاعي ذا يا قفل أرك وجهي سكم مغتك ظاهر يسوى نشاء أبو برباري حبيب بن زيد الأنصاري ودرجة وكري فأبوه أبيه هو أسو زيد بن عاصم ويض ضليعة المسلمين مسلمين تمدحت وضعها في يطربة وأحد السبعين تضواتا كيف وكمدها الذين شهدوا كقيب غليو يعني العقبة بيعة العقبة فكي كقيب غليو تضواتا كابو كمدها ووشدوا قبطيه على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لبين سكع من المبايعين حالي كوالا مبايعوني ومعه معي سنة وحاء هذه زوجته حاسكيس إيه وولداه لبدي سويل لبدي ويلو أصغر للي حاسكيسين ووتي مركة يعني تضباطن كاسي كم داي وأمه هو يدي حبيب بن زيد هو يدي هي أم عمارة قبل اللي هوي نصيبة المازنية أول امرأة ناكتي أبوه الرئيس وهي حملت سلاحه بقادي دفاعا عن دين الله أيده إله دين تيس دفاعي هي وزيادا دفاعي عن محمد النبي محمد دفاعي رسول الله وأخوه حبيب بن زيد ولالكي يعني هو عبد الله بن زيد وي الذي كاسو جعل يلي نحره دون تيس دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم نبي دون تيسو كسو كمري وصدره لاب تيسان دون صدره يوم أحد أحد مالن كيدي نكي رقي نبي دفاعي وكجري وصائي سبوت لغاية نبي عليه الصلاة والسلام حتى قال إلى أولاد فيهم في قوضة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بارك الله عليكم دسينا الله بركيا من أهل بيت حالتين رحمكم الله والله إذن حريصنا من أهل بيت حالتين نفذ النور النور كبا قال الإلهي وإلهيها إلى قلب حبيب بن زيد أي حبيب بن زيد قلبي قيسى أيا النور الإلهي أيا قال والحال هو أسوه غض أيها مد عردنا ضري وعصب سووا اللي يرأه عصب وعردنا أيا إيمانك قلبي قيسى قال فاستقر فيه إيمانك بقلبي قيسى كسوكنا هذا وتمكن منه وانا مكنسى وكتب له والله قدري أن يملي إنه تقه مع أمه حبيب بن زيد مع أمه هو يدي إيا وأبيه أبيه إيا وخالته آية مرحبا هبر يرتي إيا وأخيه ولالكي إلى مكة مكين آذ يا إلهي أغذ ليسمى إنا يعني كتر تمانو يعني ليسمى أي ليسابقهم إنا يعني ترتمان ودقتمان مع النفر جميعا دي أصبعين تدبانتك ومن الغر الميامين أي من الغر الميامين أي من الكريم الأفعال كوي ونواناك سناء في صنع تاريخ الإسلام إسلام كتاريخ دي سنة كوي ونواناك سناء حيث مال مد يده قعنتي سؤتا أصغيرة أي يريت وهو بايع رسول الله اللهم بايعه صلى الله عليه وسلم تحت الجنح الظلامي مقدقة يعني هوستيسة يعني بيعة العقبة أيوك قيب قليوة ومنذ ذلك اليوم اللي قصوا بالله غدا رسول الله رسولك إلهي وحوى هذه صلوات الله وسلامه عليه أحب مدجع الإله أسقى من أمه إيه وأبيه أي أبيه إيه هو يدي أيوك جعله وأصبح الإسلام إسلامك وحو النقضي أغلى متقالسا عنده أكدس حبيب بن زيد من نفسه التي بين جنبي نفتي سيعني لبدي سفير لحظة ذكو أهاتيو لم يشهد حبيب بن زيد موسى حاضر بدر بدر موسى حاضر لأنه كان وحوها يومئذ مالكا صغيرا مدير جدا آذية ولم يكتب له لو مقدر شرف الإسلام ترتك شرفتي في أحد أحد دقالك أحد لأنه كان وحوى ما يزال مدان كزول دون حمل سلاح هب إنه قاد ولوا كيراوه إن هب قاد كرموسى هين لكنه شهيد وحاذر بعد ذلك المشاهد كلها
intii dagaaloo ka dambeeyey beder iyo uxud wixii ka dambeeyey oo dhan buu ka qayb galay maca rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. Fa kaana lahu, waxaa usugnaatay fii kullin minhaa, dagaal kasta oo kaa ka mid ah, yacni wixii beder iyo uxud ka dambeeyey ah, raayatu cizin, bandiirad oo sharafaa usugnaatay, wa saxiifatu majdin, iyo qoraal iyo warqad yani ammaana ayaa usugnaatay, wa mawqifu fidaa'in, iyo furasho taariikhla usugnaatay, mawqif yani nabiga uu ku furtay naftiisa, uu ku furtay diinta ilaahay naftiisa uu ku furtay oo taariikh leh. Gayra anna hadihi lmashaahida, mashaahidaan oo dhan, calaa cadamatiha, weyninkeeda iyo lalaqabaya, wa rawcatiha, wanaageeda, lam takun, mays ahaanin, fii xaqiiqatiha, siwaa icdaadi dakhmin, tirin un weyn oo la tiriyo, lilmawqifi lkabiir, mawqifkii yacni weynaa, alladii kaasoo sanasuuqu laka aan ku yacni wadi doono xadiidahu sheekadi. mowqifkan weyn ee xabiib binu zayd uu la yimid markii la fiiriyo, waxaa kaloo dhan waxay noqonayaa tiro un, tirada unbay sii buuxinayaan badinayaan ma ogiye, wax yacni u dhikami kara maaha. Aya waladiikii yacni dhinaciisa waay, aya waladiikii yani sayahuzu lulaya lamiiraka qalbigaaga lulayo, fii cunfin si xoog ah, kamaa haza siduu u lulay oo lamaa'ira malaayiin ilmuslimiin, malaayiin muslimiina qalbigooda si u dhaqaajiya mindu casri nubuwati nabinimada waqti zamankeedii laga soo bilaabo, wa ilaa yowminaa yoomka aniga alladii naxnu fii aan ku sugannahay. Intaas nin kastoo qisadaa maqlo muslima qalbigiisa waa dhaqaaqaya. Waladiikii aya sataruucuka yani ay ku argagixin doonta qisatuu qisadiisa, kamaa raacatum say u argagixisay, calaa mari lcusuuri yani zamanka maritaankiisa say dadka u argagixisay muslimiinta. Fatacaala kaale nastamic, aanu dhegaysanay, ilaa hadihi lqisa alcaniifati, adag ee min bidaayatiha, bilowgeeda, fi sanati taasica, sanadii sagaalaad lilhijra, kaana alislaamu, islaamku wuxuu ahaaday, qad saluba mid adkaaday, qad saluba mid uu adkaaday, cuuduhu laantiisu way adkaa, sanadii sagaalaad ee hijrada islaamka tiirkiisa iyo laamihiisu waa adkaadeen. Wa qawiyat shawkatuhu, quwadiisina waa xoogaysatay, wa jamaacadii shawkadiisii awooddii way xoogaysatay. Wa warasakhat dacaa'imuhu, tiirarkii islaamkana way sugnaadeen oo raasikh bay noqdeen, way sugnaadeen. Fadafiqad, waxay guda gashay, wufuudu lcarabi, carab wafdiyaalkeedii, ay tashuddu arrixaala, inay soo raranaysa, min anxaa'i ljaziira, jaziira daafaheeda yacni inay ka soo raranayaan, ilaa yathriba, ay usoo guurayaan. Maxay usoo raranayaan? Liliqaa'i rasuulillah salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh, inay nabiga la kulmaan, iyo wa iclaani islaaniha, islaamnimadeeda inay muujiyaan bayna yadayhi nabiga hortiis, wa mubaayacati, inay la mubaayacoodaan, calaa samci waaaaca. Wa kaana fii jumlati haadihi lwufuud, wufuuddaa farada badan waxaa ka mid ahaa wafdu bani xaniifa, nimanka reer banu xaniifaa ka mid ah, alqaadimu soo galayo, min acaalii najdi, najdi dhinaceeda kore ka yimid, anaakhal wafdu, wafdigii waa fadhiisiyey, ay jimaalahu awrtiisii, fii xawaashi madiinati rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam, say usoo socdeen markay magaalada soo gaareen, magaalada darafteeda ayay ku furteen oo gaadiidkoodii ku fureen. Wa khallafa wafdigaasu yacni calaa rixaali, rarkiisii wuxuu uga soo tegey, rajula, nin oo minhu ayaa ka mid ah, yudcaa lagu magacaabo musaylamata binu xabiib alxanafiy. Wa madaa ila nabiyi, nabiga ayay aadeen wafdigii sala allahu calayhi wasalam. Wa aclana islaamu, islaamnimadiisa ayuu muujiyey wafdigii, wa islaama qowmii, qoomkoodii ay ka socdeenna inay islaam yihiin bayna yadayhi nabiga hortiis. Fa akrama rasuulu, rasuulku yacni waa karaamay, waa ikraamay salawaatullahi wasalaamu calayh, wifaadatuhum, wafdigoodii buu nabigu aada ugu farxay, ay soo wafdiyeenna nabiga u yimaadeen. Wa amara, wuu amray nabigu, likullin, oo minhum qof kastoo ayaa ka mid a, bicadiyatin, cadiya in la siiyo. Wa amara, wuu amray, lisaaxibihim, ninkii saaxiibkooda, alladii khallafuu, ay kasoo tageenna, fii rixaalihim, ninkii ay gaadiidka iyo kaga soo tageenna, alaabtoodii ay kaga soo tageenna, nabigu wuu amray, bimithli maa amara lahum bihi, waxa alla wuxuu ayaga u amray buu yidhi, ha loo geeya asagana. Lam yakad muusa siginoo, yabluqul wafdu, wafdigii inuu gaarayo, manaasilahu, markaasay laabteen, dee nabigu intuu sagootiyey bay laabteen oo waddankoodii ku laabteen. Lam yakad muusa sigin, yabluqul wafdu, inuu gaarayo, manaasilahu, fii najdin, manaashisiisi iyo xaafadahoodii oo fii najdin ahaaday, xataa irtada musaylamatu binu xabiib, musaylama binu xabiib waa ninkii looga soo tegay rarke, kolka horeba yacni markii madiina la yimid ee ummaddii dhammayda iimaanka la cishqisay inuu nabiga loo yaacay buu yidhi, asagu alaabtan sii ilaalinaya iyo awrta. Aya waa mid baraka darraba iyo ka soo socoto oo meel xun ilaahay u wado. Aya xatar markii la laabtay xagga la tegeybo, xatar tadda waxaa ridoobay musaylamata binu xabiib canil islaami buu ka ridoobay, wa qaama wuu istaagay, finnaasi dadka dhexdood, reer banu xaniifa tolkii buu ka dhex istaagay, yuclinu lahum, asagoo u daahirinayo, annahu nabiyu, nabi inuu yahay, mursalun, la soo diray,
أرسله الله إلهي وصو دري إلى بني حنيفة نبي بانها إلهي صو دري تلقي با إلهي إيصو دري أدين كان لإيصو كين دري كما أرسل محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله سيد إلهي وصو دري إلى قريش قريش وصو محمد بن عبد الله سو قريش لو مصو درين أنا قلنا إلهي با إيصو دري رسول بانها يرهب بن حنيفة إن رسول النقضى إلهي إيصو دري فضفق قوم وقوم كيسي وحي قدق قلين يلتفون حوله دنعيه سينا يسكوها ريرينيان مدفوعين حالين أيقو الدفاعية إلى ذلك بدوافع شطة قال الله أركب السبي ولا قرب استعجل تلقي سيم بقرب استعجل قال الله أركب السبي يكون دفاعين حتى كان أهمها كان يعني بدوافع شطة يعني دفاع كلا تقسم بين لقرب استعجل كلا دودون كان أهمها متك وحوق بدن العصبية قبل المؤن دفاع وحوق بدن إنك لو قرب استعجل يلو قلص عدي وحوي والرهبل يا عصبيه ويا عصبيه حتى ان الرجل نن او من رجالاتهم رقودي كم اذا قال وحو يري اشهد وحان مرخاتك هاي ونقرا يا ان محمدا لصادق انه الرن شيغي نبي محمد نبي نبذ وشيغي انه الرن كشيغي وان مسيلمه لكذاب كان هذا اني الرهب بن حنيفه انا لو صدرنا لنا ونقا دشينا وبين على انه يايبن مرخاتك هاي بور ولكن كذاب الربيعه غير ربيع يعني بين الهودي يا احب الي من صادق مضر اهي من صادق مضر ري مضر يعني النبي كوجدا نمدكودي رنت شيغي بين الهيغا اي دام يا نين رم بدن قبيل كلا كدسي مخان كفلي بين الهيغا اي دام قبيل وبلاي قبيل وبلاي هذا نين في عنه وناكسن الرا عديل يعني نين كان في عنه ذاك كلام مخاي غغله كيغه خنبا اي دام بي كلي لما كراي كوداس خنم بياك تاغي كو اقدمني مرحبا ولما قوي مركو حوغيست ساعد مسيلمة يعني ردن كيس مركو حوغيست وهو قالوا او ادكادي امر وامر كيس نبي نبو شاقنا يا ريب بن حنيف ودن براعي ودد كيبو سكود دي وابو حوغيست بعيدا بولي كتب الى رسول الله اساقي بابا ورقات سوقر النبي ورقات سوقر صلى الله عليه وسلم كتابا بو سوقر جاء فيه كتابك هو حقوق من مسيلمة رسول الله ورقد وحي كسوتها مسيلمه نك الى رسول الله الى محمد محمد بكسوتها رسول الله سلام عليك نبت قال يدش على الله يا الاب ما بعده فاني انا قد اشركت والله وداجيه في الامر امرك معك معك امرك والله لسوكا وداجيه والنبي اني انا لسو دري فانا ليله سوكا دري وان لنا وحنوسنا ربنا حين فادانا نصف الارض ولقريش قريش اتكدلتين نصف الارض وأمدي ودنيا كل دغنيد ودن مقراشي ريب بن حنيفة كلي أمبا لبلا أمبا عرضي كلا قوست هاي أمدي كلا ورد المحيلة هذا مرك هاي وحبا هذه سفير ولقراشي أن نسول أرض نسك كلا نقراش باله ولكن قراشي نور تعرضه ساسي لبن نسنا وطاي أنا أنا لبن نبي بانه يعني هذه حق الله بانه لقصه وضع دره كو لكن ولكن قراش قراش قوم قوم ويعتدون ظلم بدن قراش وان من ظلم بدن waan ogahay oo niskooda ku ekaan maayaan ogow saas warqad uu soo qoray nabi wa baasal kitaab warqadii uu soo dhibay maca rajulayn laba nin oo min rijaali ragiisa kamida falamma quri al kitaab kitaabki markii la arkay warqadi lin nabi nabi markii loo aqriyay alayhi salatu wasalam qala wuxuu yahay nabi li rajulayn labada nin ba wuxuu u yiri wama taqulani antuma adinku ninkaas hadan warqada soo qoray rasuul baan hayle adinku maxaad ka aaminsantiin maxaad leedeen فأجابه وحي أجواب النبي نقول وحان لنا هاي كما قال سيدو شيغي يوم انقبنا إنو الرسول الله صوت دري هاي سيدو آتك بلغو صوت دري أثن الله صوت دري ساسا انقبنا فقال اللهم النبي حويري أما والله بانكود أرتي لولا أن الرسول الرسول لا تقدلو هدان للين رسول إلا الله هو ممتنع هدان للينين لالضربت عنقيكما لقنتان إذن كجر لا قورتان إذن كجر لا ثم كتب النبي وقرأ إلى مسيلمة مسيلمة أي ورقد أقرأ رسالة تنبو أقرأ جاء فيها النبي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام النبت قلي على من اتبع الهدى هنون كننك الراعى النبت قلي دوشيز الله إلى ما بعد فإن الأرض أرض لله إله بيسوناتي ذلك يعني قريش ابن حنيفة إله وما قيبنيني ونسي النس أمالها فإن الأرض لله أرض الإله بأسكاله يورثها ودحشين يا وكو رجين يا من يشاء ننكو دونو من عبادها دومي سكمل ننكو دونو إلهي كعنت أقلين يا أرض أوصينا يا والعاقبة عربت وناكسنا للمتقين كو إلهي كبقى بيسونا وبعث الرسالة ورقدبوا درنبكم مع الرجلين لمن بأديبه ازداد وحازيادة شر مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب شرتي سبا زيادة
يعني وش ترى وفا في فساد وفساد كيسي بافاف كبر بوكسي قال ورقد الله دري مركز وشرتي في سيبضت فرأى الرسول الرسول كوحوده صلوات الله وسلامه عليه أن يبعث إليه رسالة برسالة ورقد قال إنه أقره يزجره نبي وكز جرني فيها في عن غيه بعد لماذا وكز جرني يا وحن وشاقني والندب النبي وأويه لحمر الرسالة الرسالة عدم بإن قال الدالة بطل قصتنا قصة إن جيسي جذب النبي أويه لحبيب بن زيد يعني ورقد لا بات قاله وكان يومئذ مالك وحوها شابا نند اللي يرى يعني نادر الشباب اللي يرى النبي سنة أي افتيمة يسو مكتمل فتاة اللي يرى النبي ديسي قوة يسو أي كامل تاي مؤمنا رميه أو مؤمنا من قمة الرأس مدى حلقة سوى بالله إلى أخمس قدمه لبه يعني خيس مقادة هذا اللي سوى قال وأنين هل كان مدى حيث إلى أنقوغا إيمان أبوحي أساق ورم بإيمان أكبوحاون ما الله أوتك حبيب بن زيد إلى ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحي وأمره إنه ورقدا قادة مسلمة الكذاب وقيا غير وان حاله يهي مدب دعايو ضعيف أيو ولا متريث ولا متريث حاله يهي مد يعني داها يو دب دعايو أسوى وحي النبي ويري أن كدب دعين كان ضعيفين أو يعني أن كد ضعيفين أيو يعني بحيوي ترفع حالي كوريا ليس أن جاد يعني تاجج يبوره واي جاديد كيسي وساري هايو مركو ميل تاج فورنا يعني بورتي وكرو قاده يسو يعني حالي كوريا ليس أن نجات نجاتك يعني وابورها ملاك كركري وتحد حالي دجين ليس الوداه الوهاد نقول كي جوجل كاي هوسي ومرنا ميل تاج وكو يستاجيا مرنا جوجل كي وهو منا يا أكاساس أوسي سعنايا حتى بلغ إلى أوجاري وديار ديار بني حنيفة ربنا حنيفة نقول كي دقي جيران بوجاري في عالي نجد ودفع الرسالة ورقد بأدب إلى مسيلمة فما كاد مسيلمة موسى سيقف إنه يعني أقادر على ما جاء فيها وحي كقرنا ورقته حتى انتفخ صدره لابتي سباب بحسن تيد قينة عرق يوحقدا حقدي وبدى الشر شربا يعني مغتي والقدر يعني قدري وقروي على قسمات وجهي وجهي سواء الذميم إحما الأسفري وأمر وحو أمر بحبيب بن زيد حبيب بن زيد بأمر أن يقيد حرحرة بودهرة نكا ورغد وذي وأن يؤتى به إليه إلا لي ما ضحل يوم تالي بالرئس وحبرقنك إيه كان هذا حرحرة أو حبسك أدعى وميلك حرحرة بالرئس وحي إيه كان أسوى حرحرة فلما كان القد بريد مركي لقاري تصدر مسيلمة مجلسه ومسيلمة وحسوف رئيس مجلس كيس أيو ما الشهر كفرست وجعل وحوية لعن يمينه دين عيسى مدقية وعن شماله الطواقيت كو يعني أهل الضلال كها طواقيت كو أهل الضلال كها ومن كبار من كبار أتباعه أتباعه ذي كو أبوه ويناء يرين عيها سكفرسي وأذن وحوية من للعامة ذاتك يوطن يؤمن من للدخول إلى صوغلا عليه مجلس كاس ذاتك يوطن بأفريها صوغلا بي ثم أمر وحو أمر بحبيب بن زيد فجاء به وليمد إليه والحال هو أسوه يرصفه وسرق سنة في قيود حركه أسوه حرحرا الله دبره قعمه يلقاها بلقى حري وحركه سكو سرق سنة أي الله كان وقف حبيبه استاغ بن زيد وصد هذه الجموع جموع ذن برتن كوذا أيو استاغ الحاشدة كؤر سنة الحاقدة حقدك يعني أكبوحي مشدود القامة حاله يهي استاغي سميدو ديري هاي مرفوع الهامة مدحي سنة أصرية ومدح ويها شامخ الأنف ويها مثل قرار دار وديسان كيسو سلا أدري عشان سميها وانت صب بينها تحد ودوك يستاقي كالرمح سمهري كالرمح ورن أسود موديس سمهري سمهري لون اسمه ورن أذقوا ورق أذقبا وحلي جري يعني رمح سمهري كاسو أحكم المط يعني أحكم أي سجانو المثقفون تقويمه ورن كاس يعني سهم قاس رمحي اللي هذا أثقف أحكم أي سجان المثقفون كوي سمي توسيني تقوي مو توسين تي سيسوينو سمي يعني سمي توسين ورن ك يعني نينك هجاجنا يا وحلي ده يعني مثقف وحلي نينك ورن ك سمي ده ورن ك يعني هيا اللي هذا يو ورن ك يعني دين عنا دو كدري هاي هو إبا هن دين عنا ودين عكلي أفك بلارنا وكل يسدا marka waran oo la samay toosiyay ba leeyraa samay toosin marka musaqifoon da kuwi samay toosin ay taqwiimo toosin tiisa ay sifaan usugeen asagood moodis iyo dhaxdo ka istaag falta fata ilayhi musaylama ayaa soo milicsaday waqaala wuxuu yiri
أتشهد مقريسا أن محمدا رسول الله محمد إنه رسول إلهي مقريسا فقال وحي نعم أشهد وحن قريا أن محمدا رسول الله فتميز يعني وقوق أيه مسيلمة غيدا عرق وقال وحي وتشهد أني رسول الله أنا أقول إن رسولك إلهي مقريسا فقال حبيب وحي في سخرية يعني كبر لاذعة يعني كبر أو يعني ظاهره آد أوين أصوه يعني كسوره هذا الكيسابة ككبر سن إن في أدني اللبدي ذات لقود سمما دقال آن با كسوه عن سماعي ما تقول هذا الكدنبود إيشاك تيواه كدقال آهي مبا مغلبه آي دقاه يقول مبا مغليان آي فامتقع وحا دور سومي وجه مسيلمة وارتجفت وحا يعني دقاقي او قريري شفته لبذي سبشموت حنقا حقدي وقال وحؤيري لجلاده متكيسي وجلاده وحكر باشي اقدع قدعة من جسده جركي سميل كم اذا كجر بوير سيف بوها يستع مركز جركي سو حكقو فأهول جلاد على حبيب بصيفه وبطر ووقوي قدعة من جسده فتدحرجت على الأرض مركو ركسي جركيسي أجري هيرب كيسي ومركا أرض كركيدا سيدا أو جران جريو تدحرجت وي جران كرتي على الأرض أرض كركيدا ثم أعاد مسيلمة عليه سؤال بكعلي نفسه سؤاش نفته بكعلي أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم بيري حبيب أشهد أن محمدا رسول الله قال وحيري وتشهد أني رسول الله قال وحيري حبيب قلت لك وحانك إيري أن كلهاي إن في أذني لبدي ذات لقول سما من باكوس وأن عن سماعي ما تقول واحد شيء يسوى أن كذا قاله فأمر وحو أمر هذا بأن تقطع من جسده قطعة أخرى فقطع دوال لقوي وتدحرجت ويقول عن ورسي ويقول عن كسي على الأرض حتى استود إلى أيكات إلى جانب أختها هلبك كلي لقوي ماشي واستاقي وما يقرب استاقت والناس ضدك آية شاخصون ويا بأبصاره من دهوذك وكتاقيو إليه حبيب واي أي مذهولون وحي لور يرسيهين من تسميمه يعني أذي قيسئي وعناده عناد كيسوي وحق ويدين أيو أنا رسول إلهي بانا هاي بإيرو ويسانتا أولي أي سيدا أديد أيو وما الله مسيلمة مسيلمة واسع دي يسأل إنه سؤال والجلادنا يقضع وحبيبنا يقول أولي أشهد أن محمد رسول الله حتى صار إلى هذا نحو يعني وحكدو نحو من نصفه بضعا يعني مقطعة منثورة على الأرض جركي سمركي نسلك لريقو نس كم مد آبا وحون نقضي وحلا جرجري ودولك ساقو دوبر نفتنا ومان كل ميل بالغ جري كل ميل بالغيني انت سحولي أشهد أن محمد رسول الله آية ونسبه الآخر نسكي سكالنا وحون نقضي كتلة جركي سهدي نس إدلا جري نسكي كلو سوى حريبا ولي هدلي وهل نسو ولي هدلي يو ما شاء الله آية ثم فاضد وحاب حد الروح والنفتيسي وعلى شفته حالي كقو ينتهي الظاهرتين اسم النبي صلى الله عليه وسلم نبي عيسى الذي بايعه ولم بايعه ذي ليلة العقبة اسم محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أسوى القرد بلغ وحاسو قاري مصرع حبيب حبيب دمشدي سي أمه هو يدي نصيبة المازنية فطوض ويدوبتي جوانحها يعني فارهة وحيكو الدوبتي على أحزانها مركتي واحتسبت ويأجر ما ليست عند الله إلهي درتي بي أصبرتي ما دام إلهي درتي لودلي ولما كان يوم اليمامة يمامة مالك يدي يعني مركي لقاري جهز الصديق أبو بكر الصديق ودياري رضوان الله عليه جيشا عيدا بدياري لحرب مسيلمة الكذاب وعقد اللواءه يعني على كنا وحودي بي وملح وكدق عيدا كاس لسيف الإسلام نينكي سيف الإسلام لورنجر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه فانضمت إلى الجيش فانضمت إلى الجيش عيد مهز أبو بكر ودياري يعني خالد بن الوليد ما دخل الله قد جاي وحاكو در متيب ليه المجاهدة كبر المجاهدة هيد الباصلة الجيسدة هيد أي نصيبة المازنية نصيبة المازنية هي وابنها ويل كيد عبد الله حبيب يعني بن زيد هو يدي يعني نصيبة المازنية عيدا كاسة يكمل هيد لقد كان وحيها يريدان قوة دوني الجهاد في سبيل الله
وكان وحي أن يريدان أيلا وحي كلا دونين أن يثأرا إنا يؤاران لحبيب إنا يؤاران وقا آران من عدوه عدو بيسي وعدو الله ومسلمة الكذاب. وهي وفي يوم اليمامة الأغر يا شهيدة الأركي نصيبة النصيبة تشق صفوف أيه يعني يد صفوف كعلك عدو صفوف تيسا وكل مودح قوينيس ساسا يودح قيدسا markii ciidankii isu saftay kuwii murtadiinta 40,000 bay ahaayeen musaylima dadkiisi iyo ciidankii yani muslimiintu ay soo direen ayuuna dhowr kuna ya markii la isu saftay ciidamihii bay sidaa u dhex qaadaysaa nasiiba gaba dhaliilada kallubu ati ayadood moodaysa kallubu ah ayadood moodaysa gool asairati oo boodaysa weeyo walxaal u yatunaadi ayna aduwullah waxaad moodaysa yani gool gool libaaxa aad moodi libaaxa midiisa dhadig baa leeyahay goosh kallubu a gol baad u malaynaysaa markaas golba saa ugu ordaysaa saasay samaka u dhaxayday ayna aduwillah musaylimatul kadhaab mar indhaha ii saara dulluni cala aduwillah ayada barata inay dish gacanta mar indhaha ii saara falam intahad ilayhi ayahay wajdatuhu ayah falam intahad ilayhi markay soo gaartay wajadatu way heshay maya mujaddalan xaalu yahay mulqan asagoo la tuuray calal ard سوى دولك لغرده وسيوف المسلمين مسلمين تسافهودنا تنهلوا أي عبيس من دمائه ديقيسي فطابت نفسا مركز نفتي تقبود مركز أرتي مسلمة الكذاب وانتي دولك الله سافتي مسلمين ترى أي ديقيسي فهو عبتسي عن لودي لي حربي بن يعني وحشي انك ليلة يا نو يعني يا دلي دوني هذا من قصيدي سأنو قاري دوني مرحبا أي نفتي دي با يعني ديب نقطة وقرد ويقبوسة عينا ولم الله محينا يعني اشهد لقبوسنين لفرحين ألم ينتقم الله عز وجل إلهي ميوس أقا أرقذين أي هاي مع ميوس إلهي أقا أرقذين أقا أرنو لفتاها ويل كيدي البر إبارقا أتقيا من قاتله سو إلهي أقا أرن الباقي ظالم كا أشقي إلنار كاول بلا لقد مضى كل منهما لقد مضى ووتقي كل منهما متكستو لبضو ذي كمدا حبيب بن زيد واد انتي يعني مسلمة الكذاب نواد انت الى ربه مثل ارك ربك يسوى هذا ولكن فريق في الجنة وفريق في الصعير قال الله وضد انت لكن اسكو طريق لما قادم فريق في الجنة وفريق في الصعير.